في كل معرض من معارض الفنان فاروق حسني بيفاجئنا برؤية وفلسفة مختلفة. يا ترى ايه رؤيته السنة دي وايه فلسفته في معرضه الجديد؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع الوزير الفنان فاروق حسني وضيوفه من جميع الأوساط الفنية والسياسية والإعلامية. تابعونا حصريا على المحور في أحلى النجوم. فنان كبير جدا واسم كبير جدا وعلى مستوى العالم، يعني اسم نتشرف بيه قدام العالم كله. الطاقة المتجددة اللي جوه فاروق حسني الفنان طلعت اكتر بكتير من الوزير، لان هو دلوقتي عايش في محراب الفن بتاعه. كلنا بنحبه وبنقدره جدا كفنان وكإنسان. الإنسان إبداعه هو اللي بيكون حالته، والفنان فاروق حسني جواه إبداع. سنة بنكون معاه، بنكون معاه مع فنه اللي بنعشقه. وكنا دايما نقول له ان الوزارة بتزول ولكن الفن هو اللي بيبقى في وجداننا. النهاردة معاه وهو يمكن المعرض ده بالنسبة له هو اكسير الحياة، وعشان كده احنا بنحب نكون معاه في اسعد لحظات حياته. سعيدة النهاردة ان انا بحضر معرض جديد لفناننا الكبير سيادة الوزير فاروق حسني. كل سنة وكل معرض وانت بخير. وانت طيبة، وشاكر جدا حضورك. مفيش داعي وزير بقى النهاردة، انت هتفضل وزيرنا وهتفضل اللقب ده، لان انت قدمت للثقافة المصرية كتير ومازال اعطائك يعني في كل حاجة موجود. وكلمة الحق لازم تتقال. هي بتتقال وخلاص. الحمد لله. انا سعيد. الفنان النهارده بقى فاروق حسني بيفاجئنا كل مره في معرضه برؤى وشكل جديد وفلسفه جديده من خلال لوحاته. يا ترى ايه الفلسفه والرؤى الجديده اللي هنشوفها النهارده؟ على فكره هي فلسفه صامته او فلسفه ملونه، يعني زي ما بقول دايما انه انا مش بعمل حاجة تتحكي. يعني بتكلم عن اشخاص، ده شخص، ده شجرة، ده بحر. انا بتكلم يعني من خلال الوجدان، يعني دي كلها مسائل خارجة من جوه العواطف والاحاسيس. يعني فالتجريد هو تعبير لمطلقات موجودة في حياتنا، مزيكا، شعر، ادب، طبيعة. ده التجريد، يعني هو بيحتوي على كل هذه المسائل. يمكن بعد 25 يناير حاجات كتير اتغيرت، وحاجات كتير وخصوصا في الحركة الثقافية اتأثرت. الحركة التشكيلية أيضا اتأثرت، ممكن للأسوأ أو للأحسن. والله شوفي، أصله الإبداع ما يعني يجوز النفسات اللي بتأثر، إنما الإبداع عمره ما هينضب، لان في شباب جديد طالع ورائع. يعني انا شايف ان في مجموعه من الشباب في مناحي الابداع، مش بس في التشكيل وفي الادب وفي الشعر وفي السينما وفي المسرح. لا يعني عايز اقول انه الابداع لا يتوقف. يجوز البرامج يمكن هي اللي بتكون يعني بعافيه شويه، لكن الواحد يطمئن انه دائما في جديد من الشباب اللي طالع جديد. يعني
كنا دايما بنقول يا ترى بيجيب وقت منين علشان يعمل هوايته اللي بيسعد بيها، الرسم والعدد اللوحات الحلوة اللي بنشوفها كل سنة، وصعوبات المشاكل اللي بيشوفها داخل وزارة الثقافة. ولكن الفترة الأخيرة كان في تفرغ بقى للحب الأكبر الفن، ومعروف عنك انك ليك طقوس خاصة جدا في مرسمك. هل الطقوس دي اتغيرت في الفترة الأخيرة؟ وهل في طقوس جديدة جدت، ولا هي طقوسك واحدة في كل مرة بنشوف معرض جديد ليك؟ هو الحقيقة أنا جوايا عفريت هو اللي بيرسم، يعني هو مواعيده هو اللي عارفها. أنا ما أقدرش أحدد أقول أنا هرسم من ساعتين لثلاثة، لا، ده ساعة ما بيزقني العفريت اللي جوايا ده أخش المرسم يعني. وبعدين ما عنديش طقوس، يعني أنا عادي جدا أخش المرسم لو أنا عايز، ولو جوايا شيء يتقال يعني، ما جوايش شيء يتقال مش هخش. لكن ما فيش طقوس معينة لأن أنت ترسم فيها لوحة، بتحب تسمع مزيكا معينة؟ أنا مزيكا لوحة مش لوحة، شوفي لوحة مش لوحة، المزيكا دائما في موجودة يعني من ساعة ما أصحى لحد ما أنام. طبعا الحاجة اللي ما بتتغيرش في معرضك هو اللون الأزرق، اللي يعني انا بعتبره من عشان كده لابس ازرق. انا النهارده قصده ان انا البس ازرق لان انا عارفه ان ده لونك المفضل، وده يمكن من الحاجات اللي بتكون مميزه جدا في لوحاتك. هو مش كتير قوي، هي في لوحه بس الازرق فيها قوي جدا فطاغيه. بعض الفنانين زي شادي عبد السلام ويوسف رنسيس عبروا بلوحاتهم من خلال اعمال سينمائيه، مش ممكن نشوف ده مع المبدع فاروق حسني؟ لا، الا السينما ده صعب. انا راجل يعني بحب التخصص، وبقى فعلا يعني هي دي حياتي يعني. أنا ما احبش ابحترها في كام حته، كفايه بحترت 23 سنه، لكن دلوقتي يعني الفن هو اساس. سعيد انك سبت وزاره الثقافه وتفرغت للفن. الحمد لله، الحمد ولا ما زالت يعني انت اثريت الحركه الثقافيه وليك دور الناس كلها بتتكلم عنه، ويمكن ما فيش حد قدر يملى مكانك في وزاره الثقافه، وفي تعثر كبير في الحركه الثقافيه في مصر في الفتره الاخيره. هل وزير الثقافه ما زال بيمثل شيء بداخلك؟ لا، انا بالنسبه لي نسيت تماما، دي كانت فتره في حياتي وانتهت تماما يعني. انا بالنسبه لي دلوقتي زي اي فرد عادي يعني بيحضر اي نشاط فني او ثقافي، لكن يعني انا مش في دماغي، انا دي مرحله سبتها تماما يعني. لو تعرضت عليك تاني ما تفكرش؟ لا 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 لا، هي ولا غيرها الفن هو الابقى. هو الابقى طبعا. تختار لنا ايه اللوحه اللي بتعتبرها الماستر سين السنه دي في معرضك؟ والله انا ما اقدرش، انت اللي تختاري. انا بختار اللوحه الزرقاء ده، ولا بحب اللون الازرق لكن خلاص. في واحده تعبت فيها اكتر، في واحده كان فيها شوفي الفن بالنسبه لي مش تعب، الفن بالنسبه لي متعه، ما اقدرش اقول لك تعبت يعني. كله معمول بمتعه شديده جدا. عدد اللوحات السنه دي اكبر من اي سنه؟ انا شايفه ما شاء الله الدورين في تفرغ واكتر من اي سنه. الحمد لله. نطلق على المعرض ده ايه السنه دي؟ ايه اللقب اللي تحب نديه للمعرض السنه دي؟ لا، هي كلها عواطف يعني عواطف. انا عواطف فاروق حسني يعني عواطف. نقول دي عواطف فاروق حسني السنه دي ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. سعيده بوجودي معاك، سعيده بالمعرض المميز ليك السنه دي. ما بيبقاش معرض من غير انت، وانا ما اقدرش يعدي ابدا معرض لمبدع وفنان يعني بعتز بيه، ووزير عشنا معاه احلى فتره في وزاره الثقافه وفي الحركه الثقافيه المصريه، ما اكونش معاك في معرضك شاكر. كل سنه شاكر جدا. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك.
من المعروف عن النجمة إلهام شاهين إنها عاشقة لكل الفنون، مش بس التمثيل، ولكن هتلاقوها تعشق الموسيقى، بتعشق اللوحات، بتعشق النحت، بتعشق كل ما له علاقة بالفن. وعشان كده هي موجودة النهاردة، وأيضا لأن كلنا متعودين ان احنا كل سنة نكون مع الفنان الوزير فاروق حسني في معرضه. بقولك منورة واهلا بيك يا إلهام. ميرسي يا بسبوسة. واحنا متعودين كل سنة نبقى مع بعض انا وانتي في المعرض، ده من عمر طويل جدا ده. يعني وده حقيقي، انا من اول مواعيد على الفن، وطبعا الفنان فاروق حسني كان هو وزيرنا لسنين طويلة جدا، وكل سنة كنت باجي احضر المعرض بتاعه انا وانتي مع بعض، وانا بحبه الحقيقه جدا بشكل خاص. يعني انا بحبه كبني ادم، كانسان، شخصيه محترمه مثقفه جدا، بيهتم بكل انواع الفنون، مش بس كفنان تشكيلي، لان هو كفنان تشكيلي طبعا فنان كبير جدا واسم كبير جدا وعلى مستوى العالم، يعني طبعا اسم نتشرف بيه قدام العالم كله، لكن هو كمان كوزير قبل كده وكإنسان هو مهتم بكل أنواع الفنون، وده اللي أنا بحبه فيه. يعني هو كان يهتم، كان يجي يحضر معنا مثلا عروض السينما أو العروض الخاصة للأفلام، وطبعا أفلام المهرجانات، فمهتم بالسينما، مهتم بالأوبرا، مهتم بالباليه، مهتم بكل أنواع الفنون، يعني بالموسيقى. فده الفنان اللي عنده ذوق راقي وعنده حس عالي جدا ومتذوق لكل انواع الفنون، وبيهتم ايضا بالنحت وبالاثار، وده مهم قوي لان انا برضو عاشقه يعني سواء جوه مصر او في اي بلد ان انا دايما ازور المتاحف، ففي اشياء مشتركه ممكن تجمعنا مع بعض، احنا الاثنين بنحبها واحنا الاثنين بنقدر نتذوقها. فعشان كده في عشره عمر طويله فنيا وانسانيا وعلى مستوى انه كان وزيرنا طبعا، وده شيء كان بيشرفنا دايما ان احنا نقول وزيرنا فنان كبير طبعا، ده شيء كان بيساعدنا. هو قدم كتير من خلال تواجده في وزارة الثقافة، قدم كتير للثقافة المصرية حقيقي، ما نقدرش ننكر ده. معروف عن اللي بيدرسوا في المعهد ان لازم يدرسوا فن الالوان او الرسم، لا فن التشكيل. يعني احنا عندنا مادة اسمها فن تشكيلي، انا فاكرة حتى مع ان انا ذاكرتي ضعيفة، بس فاكرة الدكتور اللي كان بيدرسها لنا كان اسمه دكتور سعد المنصوري، كان بيدرس لي مادة فن تشكيلي لمدة 4 سنين لحد ما أخدت البكالوريوس. فده جزء كمان من دراستي، لأنه أنا ما كنتش بدرس تمثيل بس، ده التمثيل ده كلاس واحد يعني حصة واحدة في الأسبوع، لكن أنا كنت بدرس برضو كل أنواع الفنون، يعني بدرس فن تشكيلي وبدرس موسيقى وبدرس كل أنواع الفنون تقريبا وبدرس باليه. فمن ضمن دراستي وحبيتها قوي فعلا الفن التشكيلي وتأثير اللون على الأدوار الإنسان وعلى الفنان، وعلى زي ما انت بتقولي وعلى الأدوار. يعني كل دور، كل كاركتر ليه باليتة الألوان بتاعته، دي تمشي مع الكاركتر ده. في شخصية مكتئبة مش هتقدر تلبس مثلا إلا ألوان زي الرمادي وزي البني، يعني الألوان مش الألوان المنورة. في شخصية مرحة بتحب اللون الأصفر وبتحب اللون الأورانج، بتحب اللون الأحمر. الأحمر ليه معاني كتير، لأنه ممكن يديكي تأثير الدم فيضايق، يعني يبقى فيه عنف، وممكن يدي تأثير رومانسي، هو حسب برضو المتلقي. ممكن تشوفيه ده لون الحب، ده لون الفالنتاين، يعني فالألوان تأثيرها على كل إنسان على فكرة، حسب الكاركتر بتاعه، حسب هو شخصيته إيه، حسب دراسته، اهتماماته، حسب بيئته. في حد مثلا أنا بعتبر اللون الأسود لون فيه شياكة وفيه غموض، في ناس تقولك اللون الأسود جهة كآبة، ده كئيب، أنا ما شوفوش كئيب خالص. فالألوان فعلا تأثيرها على كل إنسان مختلف، ولذلك ما تقدريش تترجمي لوحة بمعنى معين، يعني تقولي اللوحة دي معناها كذا كذا، لا يمكن، لأن كل واحد فينا هيترجم ألوانها وخطوطها بحسب نفسيته، بحسب شخصيته ونفسيته وحالته النفسية، هو بيتلقى إمتى، حالته النفسية إيه،
يعني ما فيش لوحة ممكن تترجم. في لوحة أساسية في معرض فاروق حسني دايما بنشوفها، اللون الأزرق الصارخ ده بيدل على إيه؟ على إيه في شخصيته إن اللوحة دي أساسية وموجودة في كل معرض من معرض؟ على إنه اسكندراني بيحب البحر. ليه علاقة بالبحر؟ اسكندراني موجود في اسكندرية. طبعا اغلب الناس اللي بتعيش وبتتربى على بحر بتبقى متاثره جدا بالبحر، باللون الازرق. يعني احنا بنحب البحر، بس احنا برضو ما عشناش قدامه قدهم. هم عاشوا فتره كبيره جدا من عمرهم قدامه. احنا بنروحوا فتره المصيف، بنروحوا شهر او بنروحوا مثلا نبقى قدام البحر شهرين. انا واحده من الناس اللي بتحب البحر قوي، وبحس انه فيه فن عظيم. يعني بتخيل ان اي فنان ممكن يرسم لازم يروح يقعد على البحر ويرسم، او يألف لحن، او يقعد يقرا سيناريو، او يتخيل شخصية. انا بشوف ان البحر ملهم، يعني ملهم، حالة فنية عالية، وان انت تشوفي حاجة لما لا نهاية. يعني البحر واخره السماء، يعني مكملين بعض من غير ما تشوفي بشر، من غير ما تشوفي شيء تاني، مجرد انك تشوفي اللون الازرق. انا بشوف ان ده بيعمل غسيل للمخ، وغسيل للاعصاب، وغسيل للجسم. عارفة ديتوكس كامل كده ليكي لما تقعدي قدام البحر والسماء، غسيل حتى للعين. فبيصلح النفسيه جدا. فليه تاثيرات كتير. انا وقعدت اتكلم عن البحر والسماء ممكن اخد حلقه. انت شايفه ان اللون الازرق ده لون البحر اللي اتعود على وجوده في حياته الاسكندراني فاروق حسني في لوحاته. لو هو قلت له يعني لازم يقول كلمه عن معرضه او يديله اسم، فقال لي كل واحد فيكم يديله اسم باحساسه، باحساسك كده تديله اسم ايه المعرض ده؟ البحر. سؤال. البحر تفتكري؟ بحر بحر فاروق حسني. هو قلت انا اصريت انه يختار، قال لي عواطف فاروق حسني. الهام شاهين هتختار له ايه؟ بحر فاروق حسني، اعماق فاروق حسني. اعماق تمشي جدا، مشاعر تمشي جدا. ممكن اديله كلمه واحده، مشاعر. مشاعر لانه فعلا الرسم ده مشاعر. انا بطلع مشاعري في اللون وفي الخط اللي انا بحطه في اللوحه، فهو مشاعر. فكلمه مشاعر دي هي الترجمه الحقيقيه للي داخل الفنان. من عواطف فاروق حسني لمشاعر فاروق حسني اللي اختارتها النهارده إلهام شاهين علشان يكون اسم المعرض اللي هي حضرته وكل سنه متعوده تكون معاه. تابعونا حصريا على المحور من معرض الوزير الفنان فاروق حسني. ممكن انا في حاله هدوء وخارجه من الانطباع ده، فهسميه هدوء الحياة. الطاقة المتجددة اللي جوه فاروق حسني الفنان طلعت أكتر بكتير من الوزير. خبر حصري ليا ولا حد قلته لحد قبل؟ لا ده خبر حصري ليك. يعني طبعا ده من أهم الأخبار اللي أنا هتسعدني على المستوى الشخصي. في كل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر.